السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل open section 3D، يعني section 3D بس اقدر اشوف كل اللي جوه المبنى. طيب تعالى نلف المبنى كده ناخد زاوية كويسة فيه. طيب ممكن نكبر حتة كده عشان ايه يظهر النافورة اللي هنا. وابدأ اصغر دي بالشكل دوت. واجي هنا اعمل دوبليكيت فيو، وممكن في دوت ابدا اقول له اطلع سنه صغيره كده عشان نشوف المشهد كله، وابدا احرك ده كده نص المبنى بالشكل دوت. طيب برضه هاخد ده كوبي دوبليكيت، وهقول له ده انا عايزه يطلع بالشكل دوت. والمشهد يبقى لحد نص المبنى بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى ممكن اقول له ان انا عايز اعمل شيت نيو شيت. اوكي، وابدا اقول له بقى الشيت دوت عايز اسحب فيه. وبعد كده دوت وابدا اسحبها بحيث تحط فيه نفس المكان. بعد كده هبدأ أسحب الجزء دوت بالشكل دوت، وأبدأ أحركه بحيث إن هما يبقوا متكاملين. طيب يبقى أنا محتاج إن أنا أجي هنا تاني وأبدأ أحركه. لما يوصل نص الشباك تقريبا وبرضه نفس الفكرة بقى بالجزء الناحية دي اهو. ممكن اجي هنا واقول له الجزء دوت، فتبقى انت شايف المشهد كله، وفي سيكشن جاي مدخلك جوه المبنى. فده المشهد الكامل، وده أخدنا قطعنا جزء كده عملناه زي اوبننج عشان نشوف ايه اللي جوه المبنى، ونقدر طبعا نلغي بقى السكوب بوكس. ولو في اي خطوط مثلا ظاهرة وعايزين نخفيها فممكن نستخدم الأداة اللي هي لاين وورك، بس لازم نكون داخلين كده جوه. اقول لاين وورك، لو في اي خطوط هنا عامله مشاكل ممكن نختارها انفيزبل لاين ونبدا
نخفي الخطوط ديت.